مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس الأسد يصدر مرسوما بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة. الخارجية تؤكد أن خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته 107 مليارات دولار. تحذير من كارثة نووية، قوات كييف تطلق قنابل ضوئية على أراضي محطة زابروجي وموسكو تسقط مقاتلة. بهدف رفض جهات القطاع الصحي العامة بالكوادر الطبية ووضع آلية قانونية تضمن دعم هذا القطاع، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2022، والذي ينص على قبول عدد من طلاب كليات الطب والمعاهد التقنية الطبية والصحية وكليات العلوم الصحية والتمريض ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي وفق الشروط والضوابط المحددة في المرسوم. وينص المرسوم على تعيين الخريج المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي دون الحاجة إلى مسابقة، ويعد الشاغر محدثا حكما في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي سيعين فيها، كما ويلتزم المقبول بخدمة الدولة مدة 10 سنوات، وتعد خدمة العمل من مدة الالتزام. كما ينص المرسوم على عدم منح المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بالخدمة. أكدت سوريا أن ممارسات الولايات المتحدة التي توجد قواتها على الأراضي السورية بشكل غير شرعي، إلى جانب عمليات السرقة والإتجار غير المشروع التي تقوم بها المجموعات الإرهابية وميليشيا قسد الانفصالية، تسببت بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية منذ العام 2011، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى منتصف العام الجاري 107 مليارات دولار. وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أنه وفقا لمبادئ القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، تتحمل حكومات الدول التي تشارك في قواتها التي تشارك قواتها المسلحة في صفوف ما يسمى التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة، وتورطت في أعمال العدوان التي ارتكبها هذا التحالف كامل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والمالية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة. وأشارت إلى أن سوريا لا تزال تواجه إلى اليوم تداعيات وآثارا سلبية خطيرة ناجمة عن سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على الموارد الطبيعية وموارد الطاقة في سوريا. وطالبت الخارجية الأمانة العامة ومجلس الأمن بدراسة مضمون هاتين الرسالتين واعتمادهما كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة وفق جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية 77. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن الدول الغربية تواصل فرض وتوسيع إجراءاتها الاقتصادية القسرية غير الشرعية التي تفاقم معاناة الشعب السوري وتتسبب بنقص كبير في احتياجاته الأساسية.
ولفت صباه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن سوريا تستمر بتوفير ظروف الحياة الكريمة لمواطنيها وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وإعمار ما دمره الإرهاب وتهيئة ظروف عودة اللاجئين، مشيرا إلى أن سوريا تتطلع إلى ضمان تنفيذ مجلس الأمن قراره 2642 بشكل كامل. وأكد صباغ أن سوريا وشركاؤها من منظمات الأمم المتحدة يواجهون تحدية كبيرة للارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري جراء استمرار تسييس الدول الغربية العمل الإنساني. خرج أهالي في ريف دير الزور الغربي بمظاهرة طالبوا فيها ميليشيات قسد بإطلاق سراح أشخاص اعتقلتهم مؤخرا خلال حملة أمنية في المنطقة، في حين اقتحم أهالي بلدة زيبان نقطة عسكرية تابعة لقسد. وذكرت مصادر أهلية أن المواطنين في بلدة الحصان التي تسيطر عليها قسد خرجوا بتظاهرة قطعوا خلالها الطريق المؤدي إلى البلدة بالإطارات المشتعلة. كذلك فإن أهالي في بلدة ذيبان اقتحموا النقطة العسكرية التابعة لقسد وأضرموا فيها النار عقب مقتل فتى برصاص مسلحي حاجز تابع للميليشيات بالقرب من المعبر المائي في حي اللطوة على ضفاف نهر الفرات. وسيطر الأهالي على النقطة بعد اشتباكات عنيفة واستولوا على المقر وقاموا بحرقه، في حين أسفرت الاشتباكات عن إصابة مسلح من قسد بجروح بليغة. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مجلس الوزراء بتعليق جلساته، وذلك بعد اقتحام أنصار التيار الصدري القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملا مدانا وخارجا عن السياقات القانونية، داعيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانتخابات انسحاب من المؤسسات الحكومية. وجدد الكاظمي الدعوة إلى ضبط النفس من الجميع، كما دعا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين. وكان المئات من المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي نهائيا وإغلاق كل المؤسسات التابعة له. وخلال التظاهرات أعلنت قيادة العمليات المشتركة حظر التجول الشامل في جميع محافظات البلاد من الساعة 7 من مساء الاثنين وحتى إشعار آخر. بدأ الأسرى الفلسطينيون تنفيذ تهديدهم بحل التنظيم في خطوة تصعيدية ضد إدارة السجون احتجاجا على تراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب. هذا وبينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى، على أن تكون الخطوة التالية الإضراب الجماعي عن الطعام. من جانب آخر نشرت هيئة الأسرى صورا مروعة للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من الصور المروعة للأسير عواودة، فيما طالبت الخارجية الفلسطينية بشكل عاجل الإفراج عن عدد من الأسرى. على مرأى ومسمع المجتمع الدولي يواصل الاحتلال إصراره على قتل العواودة، 6 أشهر أكملها في معركة الأمعاء الخاوية حولت جسده إلى هيكل عظمي يواجه موتا وشيكا. كونوا على ثقة، كونوا على ثقة أننا أصحاب حق وأن قضيتنا عادلة. من داخل المستشفى الذي يكمل فيه معركته صور تحمل تفاصيل الجريمة بحقه، الصور القاسية
كانت كفيلة بكسر قليل من الصمت الدولي ليطالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج الفوري عنه. بيان للاتحاد عبر تويتر يكشف الصدمة الكبيرة من الصور المروعة وينتقد تمديد إدارة الاحتلال قرار اعتقاله الإداري دون اتهام. العوودة لا يقف وحده أمام بطش الاحتلال وانتهاكه للقانون. داخل السجون أسرى فلسطينيون قادرون على إرباك الكيان رغم وجودهم بين جدران إسمنتية وخلف سياج حديدي مكهرب. الأسرى الفلسطينيون قرروا حل الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال كافة في إطار من الخطوات النضالية التي استأنفوها مؤخراً، خطوة متقدمة في طرق الاحتجاج داخل السجون تتعامل معها إدارة سجون الاحتلال بخطورة عالية. فحل الهيئات التنظيمية يعني وقف التواصل مع إدارة السجون بسبب عدم وجود ممثلين للأسرى، كما يعني التعامل مع كل أسير بشكل منفرد، ما يجعلها في حالة استنفار وتوتر دائمين. جمعية نادي الأسير الفلسطيني حذرت إدارة الاحتلال من عواقب التمسك بقراراتها المتعلقة بالاعتقال التعسفي. وبحسب بيان الجمعية، للخطوة تبعات لاحقة ستنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من الشهر المقبل بمشاركة 1000 أسير. دعا المجلس الرئاسي الليبي الجميع إلى تحمل المسؤولية من أجل استقرار الوطن وتجنيب البلاد دون أي حرب محتملة. هذا وكانت اشتباكات اندلعت بالأسلحة والمدافع المتوسطة والثقيلة وصنفت بأنها الأسوأ خلال عامين بعدما أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين في العاصمة الليبية طرابلس. غليان وتوتر متفاقمان يسودان أجواء العاصمة الليبية بالرغم من هدوء شكلي حذر الذي أعقب أعنف جولة من الاشتباكات بين الفصائل المختلفة منذ عامين أوقعت عشرات القتلى والجرحى. يأتي ذلك في غمرة دعوات دولية وإقليمية لتجنب العنف وإطلاق حوار حقيقي بين الأطراف ينزع فتيل الأزمة المتجددة في البلاد. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أصدر قراراً باتخاذ الإجراءات الفورية للقبض على جميع المشاركين في الاشتباكات مع عدم استثناء أحد سواء كان مدنياً أو عسكرياً، متهماً قوى داخلية وخارجية بتأجيج الفوضى بوصف ذلك أمراً مخططاً. مضيفاً خلال جولة تفقدية له في أحد شوارع طرابلس أن من يريد أن يحكم ليبيا بالسلاح والنار فهو يحلم على حد تعبيره. ما يسمى جهاز دعم الاستقرار في ليبيا أكد أن عملياته تهدف بالمقام الأول إلى الدفاع عن أمن المواطنين واستقرار العاصمة وكافة ربوع ليبيا على المدى القريب والبعيد. وشدد الجهاز على ما سماه وقوفه سدا منيعا ورادعا شديدا ضد كل من تسول له نفسه التطاول على أمن وسلامة المواطنين خاصة في العاصمة طرابلس. بالمقابل دعوات إقليمية ودولية تطالب بإطلاق حوار ينهي الأزمة السياسية في البلاد تزامنت مع دعوات جديدة أصدرها المجلس الرئاسي الليبي لجميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار ليبيا وتجنيب البلاد السقوط في أتون أي حرب محتملة. ليبيا الجديدة فيها تعثرت الدبلوماسية وأصبح الاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات كحل دائم للخلافات السياسية في ليبيا بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. وبسبب اتساع هوة الخلاف بين الدول المعنية وبين الفصائل المحلية التي يعتقد العديد من الليبيين أنها تريد تجنب الانتخابات من أجل التشبث بالسلطة، أجهضت جميع الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سياسي. الكثير من سكان ليبيا يخشى أنه مهما أفرزت المفاوضات واتفاقات تقسيم الأدوار من نتائج فلن يتبعها إلا اندلاع جولة أخرى من العنف. وأمام تصلب المواقف تلعب الميليشيات في طرابلس دورا مركزيا في الصراع على السلطة، ما يبقي العاصمة الليبية بانتظار حل سياسي لا يزال بعيد المدى. We'll be right back.
صرح مصدر دبلوماسي عسكري أن الجيش الروسي تمكن عملياً من تصفية الكادر المؤهل بسلاح الجو الأوكراني. ووفقاً لوكالة نوفوستي، قال المصدر تم بشكل فعلي القضاء على كادر الطيارين في سلاح الجو الأوكراني، خاصة العاملين على طائرات ميك 29 وسو 27 وسو 25، وتم تحقيق ذلك بفضل الأداء الفعال من جانب القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش الروسي. تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي 25 وقتل أكثر من 200 عنصر من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا، وتم إسقاط طائرتين حربيتين خلال اليوم الماضي. القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة محطة زاباروجيا النووية، لم تقع أضرار جسيمة ومستويات الإشعاع طبيعية. وقد جرى إسقاط الطائرة المسيرة بالقرب من حاوية النفايات النووية بالمنشأة. قال رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بعثة الوكالة ستصل إلى محطة زابروجي الكهروذرية خلال الأسبوع الجاري. بالمقابل، حذرت إدارة منطقة زابروجي من وقوع كارثة مماثلة لكارثتي تشيرنوبيل وفوكوشيما. وخلال الساعات الماضية أطلقت قوات كييف قنابل مضيئة على الأراضي العشبية القريبة من محطة زابروجي لإثارة الحرائق وارتفاع سحب الدخان لتغطية قصف المحطة بالمسيرات الانتحارية. قنابل مضيئة اختارتها قوات كييف لترسم الصورة الأكثر خطورة في مقاطعة زابروجيا، حيلة حملت في طياتها افتعالا مقصودا لكارثة قد لا تقل عما استقر في ذاكرة البشرية في اليابان وأوكرانيا نفسها. قوات كييف اختارت القنابل الضوئية لقصف الأراضي العشبية القريبة من المحطة النووية، والهدف إثارة الحرائق وارتفاع سحب الدخان لتغطية قصف أكبر منشأة نووية في أوروبا بالمسيرات الانتحارية. المخاطر تزداد من وقوع تسرب إشعاعي، كما يرتفع خطر اندلاع حريق في المحطة. تثير هذه التطورات قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليحذر مديرها من خطر وقوع كارثة، فيما كشف عن أن بعثة الوكالة ستصل إلى المحطة الكهروذرية خلال الأسبوع الجاري. بالمقابل، حذرت إدارة منطقة زاباروجيا من إمكانية أن يسفر استمرار القصف الأوكراني على المحطة الذرية عن وقوع كارثة مماثلة لكارثتي تشيرنوبيل وفوكوشيما. كييف تتهم موسكو بخرق معايير السلامة وقصف المحطة، لكن الرد الروسي جاهز دائما وجاء على شكل بيان رافض لهذه المزاعم، موثقا 17 قذيفة أوكرانية استهدفت المحطة. نظام كييف مستمر باستفزازاته في محيط محطة زاباروجيا النووية، حيث شن قصفين مدفعيين خلال الساعات 24 الأخيرة أطلقت خلالهما 9 قذائف، حيث سقطت 3 منها بالقرب من المبنى الخاص رقم 2 لتخزين وقود نووي جديد ونفايات صلبة مشعة. لم تقع الكارثة النووية بعد، هي مخاوف عالمية حتى الآن، لهذا يستعدون بهذه الطريقة لأي طارئ. وقد تكون الخشية من التهديد الإشعاعي ورقة تستخدمها كييف لتسجيل نقاط، لكن اللعب بالنار كما تصفه بريطانيا قد يحرق الأوراق كلها. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين على أن القدرات النووية السلمية حق أساسي لبلاده، مؤكداً على استحالة أن يتمكن أي طرف من سلبها هذا الحق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيسي في العاصمة طهران تزامناً مع مرور عام على بدء رئاسته. لا يوجد طرف بإمكانه منعنا من امتلاك قدرات نووية سلمية. تهديدات ومحاولات إسرائيل لإيقاف البرنامج النووي الإيراني لن تفلح. إسرائيل تدرك أنها غير قادرة على مواجهة إيران. إسرائيل لا تريد حصول إيران على التقنية النووية، لكن طهران حصلت على هذه التقنية ولا يمكن لأحد أن يحرمنا منها. إسرائيل ربما لن يبقى عندها شيء إذا أقدمت على خطوة متهورة ضد إيران. إن صفقة إحياء الاتفاق النووي تحتاج إلى ضمانات مطمئنة وتأكيد موضوعي وعملي بشأن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد إيران وغلق التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلادنا. طهران لا تطمح لامتلاك قنبلة نووية، لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة إيران. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وخالد حسواني. مساء الخير خالد. مساء النور وفاء، يعطيك العافية.
أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. استراتيجية جديدة لإدارة النباتات الطبية والعطرية خلال انعقاد مؤتمر تحت رعاية وزير الزراعة وبتنظيم من اتحاد الغرف الزراعية. وبينما تتجه مصر لبيع سندات باليوان، روسيا تخطط لاستئناف مبيعات السندات المحلية بالتوازي مع بيع سندات مقومة باليوان. السلام عليكم. برعاية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي انطلقت فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية الذي يقيمه اتحاد غرف الزراعة السورية تحت شعار الاستثمار الأخضر ويستمر على مدى يومين. تحت شعار الاستثمار الأخضر انطلقت فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية في دورته الأولى ليكون منصة تجمع كافة الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص لتوحيد الرؤى والوصول إلى استراتيجية وطنية تكون منهج عمل طموح لينتقل هذا المكون الهام من مكونات الاقتصاد الوطني إلى المكانة التي يستحقها. الكل مهتم بالنباتات الطبية والعطرية، يوجد منها كميات كبيرة، هناك ما يخطط له ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية كزراعة الكمون واليانسون وحبة البركة وعدد كبير منها، وهناك ما هو موجود بشكل طبيعي في الغابات والمروج والمراعي وفي منطقة البادي، وجميعها قابلة للاستثمار ويمكن الاستفادة منها. هذه النباتات ذات قيمة اقتصادية عالية إذا أحسن استثمارها، هي موجودة بالطبيعة أو تزرع من قبل الأخوة الفلاحين وفق الخطة الزراعية، سواء كانت تزرع بالطبيعة أو بالطبيعة بشكل طبيعي أو تزرع يجب أن يكون هناك خطط عمل من أجل البدء بزراعتها بشكل علمي ومنهج ابتداء من الزراعة وحتى التسويق، والأهم هو التسويق، أن يكون هناك أسواق داخلية وخارجية. هدفنا لتحقيق عائدية متوازنة للجميع، للمنتجين، للمستثمرين، للمصنعين، للمسوقين داخليا وخارجيا، بشكل علمي مدروس يحقق الفائدة للجميع. المؤتمر يناقش ثلاثة محاور رئيسية وهي المحور الزراعي والصناعي ومحور الصناعات الدوائية والصيدلانية، حيث سيتم تقديم أوراق عمل من قبل مختصين من جهات عدة يتم تحديدها من قبل لجنة متخصصة لهذه الغاية. يجب أن نضع أسس حقيقية للاستفادة من هذه الأنواع النباتية وإدخالها في حيز الصناعة، وبالتالي هذه تدر اقتصاد وتدر دخل لفلاحينا ولمواطنينا بشكل جيد، ومن خلال هذا الدخل ممكن نحن نطور في كثير من الصناعات الداخلية. سوريا بتمتلك بميزة معينة بهذه الأرض، جزء منها نستورده، لكن نحن بحاجة إلى تنظيم هذا المجال والعمل وتشجيع القطاع الخاص وخصوصي الحيزات الصغيرة. مثل ما بنعرف نحن بمناطق كتير كبيرة، نحن عندنا بالقرى نقدر نستفيد من مساحة 100 متر وال 200 متر و 300 متر، هذا موضوع توعي وتشجيعي، وهذا الشيء بيعود لنا بموضوع أهمية هذا النبات لا نقدر نطلع منه من بداية الزراعة إلى الموضوع التسويقي. نحن خدنا بالفترة الماضية تجارب حقيقية بهالموضوع هذا، استخدام أدوية كيمياء ذات منشأ نباتي، أدوية عشبية ذات منشأ نباتي، هذا التوجه موجود بأغلب دول العالم، هو استخدام صحيح والابتعاد عن مواد كيميائية لأنه بتسبب أثر متبقي، تمالات يعني هي التمالات الدوائية الموجودة ممكن أن تأثر بشكل غير مباشر على الإنسان. تعتبر سوريا بغناها وتنوعها الحيوي النباتي والحيواني نتيجة ما تملكه من تنوع طبوغرافي ومناخي، من الدول التي تمتلك ميزة نسبية عالية من خلال إنتاجها للعديد من الأنواع والأصول النباتية ولا سيما الطبية والعطرية. عقد المجلس السوري الإماراتي اجتماع هيئته العامة بدمشق، حيث تركز الاجتماع حول خطة عمل المجلس في المرحلة القادمة والتي تتضمن تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والإمارات وإقامة شراكات اقتصادية.
هذا وأكد رئيس المجلس غزوان المصري أهمية السعي لزيادة عمليات التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تشجيع رجال الأعمال السوريين والإماراتيين على الاستثمار في سوريا، داعيا إلى الاستفادة من ريادة دولة الإمارات في مشاريع الطاقة البديلة وتفعيل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والصحة، بما ينعكس بشكل إيجابي على شعبي البلدين ويضمن توفر المنتجات بأسعار مقبولة وبجودة مضمونة. زودت السورية للاتصالات فرع ريف دمشق منذ بداية العام الجاري ب 13 وحدة نفاذ ضوئية وأربعة مواقع لمشروع Fixed LTA بأنظمة الطاقة الشمسية لتغذيتها بالكهرباء المولدة منها في عدد من قرى ومناطق المحافظة، وذلك ضمانا لاستمرار خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت خلال ساعات التقنين الكهربائي. وأوضح مدير الاتصالات في ريف دمشق المهندس حسين العويتي إن تزويد الوحدات بأنظمة الطاقة الشمسية يساعد قدر المستطاع بتخفيف معاناة المشتركين من انقطاع الاتصالات في أوقات التقنين الكهربائي مقارنة بالمولدات التي تحتاج إلى صيانة دائمة وتزويد بالوقود. يشار إلى أن وحدات النفاذ الضوئية هي منصات لتقديم الخدمات الاتصالات والإنترنت يتم تركيبها خارج مركز الاتصالات وترتبط معه بكيبل ضوئي، فيما تؤمن تقنية الفيكس LTA اللاسلكية خدمة الهاتف والإنترنت معا، وتستغني عن الشبكة النحاسية، وذلك في المناطق المحررة التي لا تتوفر فيها بنية تحتية. عربيا، تتجه مصر إلى إصدار سندات دولية باليوان الصيني في الوقت الذي أجلت فيه إصدار صكوك سيادية طال انتظارها بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أما عالميا، تخطط روسيا لاستئناف مبيعات السندات المحلية بعد توقف دام 6 أشهر، كما تخطط لإصدار سندات مقومة باليوان الصيني. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ، فإن السندات المقومة بالروبل من المحتمل أن تعود إلى السوق في النصف الثاني من أيلول سبتمبر عام 2022. كما أشار التقرير إلى طرح سندات اليوان سيتم لأول مرة في السوق الروسية في العام المقبل. هذا وحددت الصين المعدل المرجعي اليومي لليوان عند مستوى أقوى من المتوقع لليوم الرابع، بعد أن تراجعت العملة الخارجية إلى أدنى مستوى لها في عامين، على خلفية تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي. بنك الشعب الصيني حدد القيمة الثابتة ب 96 نقطة، أقوى من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ بين المحللين والمتداولين. أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين عن موافقة الحكومة على استخدام وتعدين العملات المشفرة. وأوضح رضا فاطمي أمين أنه تم في الأسابيع القليلة الماضية تمويل أول شحنة استيراد في البلاد بعملة مشفرة، لافتا إلى أنه يمكن منذ الآن فصاعدا استخدام العملات المشفرة للواردات. هذا ولامست عملة البيتكوين المشفرة مستوى 20,000 دولار بعد تراجع كبير في سوق العملات المشفرة، مدفوعة بمخاوف رفع الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة. في سياق منفصل، دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر الاتحاد الأوروبي إلى فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز لتجنب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدا أن المسألة ستكون في صلب اجتماع طارئ قريب. وأشار نيهامر في بيان إلى أنه يجب إيقاف الجنون الحاصل حاليا في أسواق الطاقة، مؤكدا أن التحرك المضاد لارتفاع الأسعار يجب أن يكون على المستوى الأوروبي. وفي سياق ارتفاع أسعار موارد الطاقة على المستوى الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيلا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه سيعقد اجتماعا طارئا لوزراء الطاقة بموافقة المفوضية الأوروبية.
مشاهدينا، أخبار الاقتصاد انتهت وعودة إلى وفاء. شكرا، يعطيك العافية. شكرا وفاء. أهلا بكم. بعد وصول طرادات أمريكية إلى مضيق تايوان، بدأت الصين بالكشف عن قدرات استثنائية، ومنها طائرة التزويد بالوقود الجديدة U-20، والتي تتمتع بقدرات فائقة تمكنها من بلوغ نقاط بعيدة المدى. هذا وتحتل الصين المركز الثالث على مستوى جيوش العالم بقوتها الجوية. يرمون الحجارة كأنهم فتية يلهون تحت ظلال طائرة ورقية، صورة رسمت ذراعاً تايوانية لا تقوى إلا على التلويح لضيف ترسله واشنطن. هنا تكسب بكين بمسيرة أخذت لقطاتها فوق رؤوس جنود تايوانيين أدخلوا حجارة الجزيرة إلى معادلة الاحتكاك بالصين. مقطع هز الدفاع التايواني لتعلن عن نظام دفاعي بالمسيرات سيحيط أطراف الجزيرة العام القادم. وفيما للصين أن تحلق بما خف وما ثقل وما تعقد بالتكنولوجيا، كشفت عن طائرة التزويد بالوقود الجديدة YU-20، وعنونت كيانها الجديد بصاحب القدرات الفائقة. فعالية معرض الجو الصيني الذي يقام في مقاطعة جيلين لم تمر دون رسائل تجاوزت الحدود، مع مشاركة أعداد كبيرة من المقاتلات الصينية، وفي مقدمتها ما كشف عنه موقع جلوبال ببدء دمج ناقلة الجيل القادم الصينية YU-20 في التدريب والاستعداد القتالي. ومن المتوقع أن تعزز الطائرات القدرات التشغيلية طويلة المدى للطائرات الحربية الأخرى وفقاً لما أكدته بكين. YU-20 طائرة من الجيل الجديد في الصين يمكنها تعزيز الأنشطة التشغيلية طويلة المدى للقوات الجوية بالشكل الذي تكون به وسيلة أساسية لإظهار القوة العسكرية في ظل سياسة الصين الخارجية وخطط الحضور العالمية. بكين التي تفخر بترتيب قوتها الجوية والتي تحتل المركز الثالث على مستوى جيوش العالم، تقارير ذكرت أن القوات الجوية الصينية أصبحت تمتلك أكثر من 3200 طائرة حربية. وفي خضم التوتر والتصعيد الذي خلفته الأزمة التايوانية في الآونة الأخيرة، تجد بكين في رسائل القوة محط تعريف بالصين القادمة، لا سيما أن قواتها المسلحة رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى مع مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين في مضيق تايوان. مشاهدينا، بقي في هذه النشرة التذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملات الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة. الخارجية تؤكد أن خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته 107 مليارات دولار. تحذير من كارثة نووية. قوات كييف تطلق قنابل ضوئية على أراضي محطة زابروجي، وموسكو تسقط مقاتلة. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.